بسم الله طلبتو مني الثلاجات مع اقتراب عيد الاضحى ان شاء الله. هذه الثلاجه من اسواق السلام، هذه كنظن ارخص ثلاجه 3599 ارتور مارتان، وراها صغيره، اصغر ثلاجه كنظن وارخص وحده، حاطينها في الواجهه بها بديت لكم. مازال تشوفوا ماركات اخرى والاحجام مختلفه. هانتوما كنبغي نبعد باش تشوفوا الحجم ديالها. هادي 3999 ارتور مارتان، وقيلا دابا هذا الصف كله ارتور مارتان، من بعد يجي بيكو، من بعد تجي سامسونج. تنظن انا نشوفوك هادشي كامل. ها نتوما الا عجبتكم شي ثلاجه وحسيتو بيا كنزرب، ديروا بوز وسكرينيو. هادي فيها جوج طبقات، الفريغو ديالها كبير شويه، ماشي بحال الاولى اللي صورنا. هادو صغيورين شويه، هادو اللي صورت في الاول. هنا كنبعد باش كتشوفوا الحجم ديالها مقارنه مع الاخرين اللي حداها. ها نتوما الحجم ديال اللي ب 3000 درهم مع الحجم اللي ديال 5000 درهم. ارتور مارتان 200 لتر 5299 درهم. هذه كبيره شويه، نتوما كتشوفوا لا في العرض ولا في الطول. نحاول عاوتاني نبعد باش تشوفوا الحجم ديالها مقارنه مع ديال 6000 وديال 3000. شفتوا كل ما كتزيدوا الثمن كتكبر الثلاجه، سي نورمال. 6499 ارتور مارتان كبيره، كيف قلت لكم لا حسيتوا بيا زربت ديرو بوز، وهادشي اللي عطى الله راه اصلا ممنوع التصوير كيف قلت لكم في الفيديو الاول. هادشي دليل لك تخو ميناجي راه كيمنعوا التصوير، تيقول لك على المنافسين لي كونكورون. هادي 6999، حاولت نبعد باش تشوفوا الحجم ديالها، جايه طويله، هادي ما جايهش عريضه، جايه طويله. 6999 درهم. ها نتوما من الداخل كيفاش دايره. حليتها عاد رديت البال انها مشعوله، شوفوا داك الرقم اللي فيها راه مشعوله وفيها قريعه ديال الماء بارده. قلت الله زعما راهم مبردين بعدا، اللهم يستافدوا هما الاولى من الثلاجه. الناس اللي خدامين تما الله يعاونهم. عاد راه وليت حليت قلت واش هادي مشعوله، دابا هاد الحله هادي حليت باش نطلع على القرعه، قلت مخيره والله الا شاع علينا بعدا مستافدين منها. علاش جالسه جالسه تما. هادي 8499. ها نتوما كتشوفوا الحجم ديالها كيف داير، الليتر 4700 لا 478 لتر ارتور مارتان. وراح حطيت فيديو قبل على الثلاجات وعلى لي كونجيلاتور من الكترو بلانيت ديال لي تيغوار و لي كونجيلاتور الصندوق كوفر من المرجان. الا كنتو مهتمين سيرو شوفوهم، واحد العروض كاينه. هادي غاليه 11999 521 لتر لا مارك كاندي، فيها جوج بيبان. صورت لكم الثلاج كلهم اللي عندكم اللي عندهم، وكيف قلت لكم راه كاين فيديو اخر عاد حطيته السيمانه اللي فاتت، هو لي كونجيلاتور طلبتوهم مني مع اقتراب عيد الاضحى ان شاء الله. هانتوما شوفوا كيف دايره هذه من الداخل. هذه بيكو ثمنها 3699. كنبعد باش كتشوفوا اشتي الثلاجه ديال 3000 شويه صغيوره، ها نتوما مقارنه مع الثلاج الاخرين. راني حاولت نبعد لكم باش تبان لكم، حيت قلت لكم المقاسات ما كاينينش. شديتو فيا في التعليق فاش قلت لكم المقاسات ما كاينينش، كاين اللي كان معايا قال لي بصح حتى هما كيبغيو المقاسات، وكاينين اللي الله يجازيهم بخير شرحوا لي علاش كيديروا بالليتر وعلاش الشركه كتحسب بالليتر، وهي يكون عندها واحد لا غيزون علاش كتحسب بالليتر. غير انا ما كتعجبنيش هاد القضيه ديال الليتر، كيعجبني الطول والارتفاع والعمق والعرض. هذه 5999، ولكن بزاف الناس فهموا هاد القضيه ديال الليتر علاش كتكون الثلاجه بالليتر.
وشاركتوا معايا في التعاليق تجربتكم. شكرا بزاف اللي عنده شي ثلاجه كتب لنا الاسم ديالها، راه كاين في الفيديو اللي قبل، الناس اللي بغاو يستافدوا. وتا في هذا الفيديو ما كرهناش اللي عنده شي ثلاجه صدقه له زوينه يخليها في التعاليق يستافدوا الناس. كاين اللي كيبغي يشري كيحير اينا ماركه يا اخو بيكو. ها هما فاش سالينا مع ارتور مارتان، دابا هادو بيكو، موراها كنظن سامسونج. ها نتوما كتشوفوا، ديروا بوز سكريني ولا كانت كتهمكم شي ثلاجه باش تمشيو تشوفوها عند اسواق سلام ولا في شي جهه اخرى، تسولوا على راسكم في الاسمنه. ولا عجبكم الفيديو نتمنى تضغطوا على اشتراك ولايك. هادو اللي فيهم الكونجيلاتور لتحت في لي تيغواغ لتحت وفي التعليق الفيديو اللي قبل، ما شكروهمش ولكن غير بيناتنا يمشيو يسمعوني الشركات. رجعوا للفيديو اللي حطيته السيمانه اللي فاتت، تستافدوا منه بزاف لا في التعاليق ديال الناس ولا حتى هو فيه اشكاله اشكال اخرى ديال الثلاجات من غير هاد الشكالات اللي حاطه دابا، دوتغ مارك من غير هاد الشيء اللي حاطه دابا وشكالات اخرى. كنتمنى يكون كيبان لكم الثلاجه اللي مناسباكم. انا كيف قلت لكم كنبعد ديما باش يبان لكم الحجم، كل ما زاد الثمن كل ما كبر الحجم ديال الثلاجه، سي نورمال. ها نتوما اللي عقلتوا عليهم، اي حاجه دوزتها هاني بعدت باش تشوفوا الفرق بين الاولى والثانيه والثالثه. هذه كانت لو كوين ديال بيكو. شكروها بيكو في الفيديو اللي قبل. انا كيف قلت لكم من تجربتي، انا راه قلت لكم حتى في الفيديو الاول عندي سامسونج والعائله كامله عندها سامسونج، عاجبانا ومرتاحين فيها. ولكن الناس شكروا بزاف د الماركات، شكروا ويربول، شكروا بيكو، ال جي خلاص هذيك مشكوره ديما. شحال هذه 15999 فيها جوج بيبان سامسونج، هاد الجهه هادي د سامسونج، هادي واقيلا مشعوله شفت فيها الضو، يكونوا دايرين فيها شي قريعه ديال الما يتبردوا مع راسهم. مشعوله هادي فيها الضو. الحجم ديالها مقارنه مع الاخرين، سامسونج غاليين ولكن كبار، 12499. الا حسيتو بيا زربت ديروا بوز وسكريني وانتم عاد يبان لكم المعلومات كامله، حيت ما يمكنليش نوقف على كل ثلاجه بوحدها وقت طويل، ايجيكم الفيديو فيه جوج ثلاجات. اللهم حاولت نصور لكم بزاف. سامسونج غالية مقارنة مع بيكو وأرتور مارتان. تمن آلاف وتسعمية وتسعود وتسعين. الورقه ديالها صغيره باش تقراو المعلومات، خاصكم ديروا بوز باش تقراو المعلومات اللي في الورقه. انا فيديوهاتي كتسمعوا الطيور كيغوتوا والكلب كينبح، عندنا الجيران شي مربي الطيور شي مربي الكلاب، ايوا غير يستحملوا الفيديوهات وصافي. شنو هنا هذا سامسونج نيت، هادي ها نتوما هادي زيرو، يلا هادي زيرو كريدي غراتوي.
هادي عندها الفريغو لتحت. مهم راه الاشكال والانواع، نتمنى تكونوا لقيتوا الثلاجه اللي مناسباكم. خذوا فكره ناسبكم، تاخذوا من اسواق السلام، خذوا ما ناسبكمش سكريني والورقه وقارنوا الاسمنه. هذه ويرلبول، وكيف قلت لكم راه كاين ديجا فيديو قبل حطيته على حتى على لي كونجيلاتور من مرجان ومن الكترو بلانيت، الكونجيلاتور ديال لي تيغوار والكونجيلاتور الكوفر والثلاجات، جوج فيديوهات. هذا الفيديو الثاني ديال الثلاجات، ارى ما تخسروا في الثلاجات. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش تضغطوا على الاشتراك ولايك، والى جوله مقبله ان شاء الله يكونوا فيها تخفيضات اكثر واكثر. ولا كنتم مهتمين بمرجان وبيم وبفلو وديكاتلون والمحلات ديال الصبابط وكل شيء، راني حطيت فيديوهات، لا كنتم مهتمين سيروا شوفوهم، واحد العروض كاينه. والى اللقاء.